وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جياد وأفراس عمر الثلاث سنوات التي لم تربع على مسافة 1400 متر بمشاركة 16 راس هادف مبتغي فاح الصنيان لحاف المحايد هوام الشرت حلو النبه شبل دعيجي جزا خير نجم شهر سيل تبراق شبل الأسد ذات الهلال والصدارة لصالح الجواد هوام في المركز الأول ومبتغيات إلى المركز الثاني محاولات تأتي من المحايد في المركز الثالث والتنافس ما بين جياد وأفراس عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في الجزء الثاني من الشوط الأول لكي تحقق الانتصار الأول في سجلها وتغادر هذه الفئة والصدارة لهوام في المركز الأول. المركز الثاني يأتي لصالح الجواد مبتغي الآن مع الخيال أحمد الشاية في المركز الثاني مع محاولات المحايد في المركز الثالث وبقية الجياد التي تحاول تحسين موقعها مع سقوط الأمطار هنا على ميدان الحوية محافظة الطائف والصدارة لهوام مع عبد العزيز العود في المركز الأول. تقترب الجياد من أخذ المنعطف الأخير لها والخط المستقيم هوام أحمد الشاياتي بمبتغي من الخارج للصدارة المحايد يأتي أيضا مع صباح الشمري الصدارة المبتغي في المركز الأول المحايد يأتي الآن للمركز الأول مع التنافس القوي والمثير المحايد في الصدارة المركز الأول المحايد للمركز الأول المحايد للمركز الأول مبتغي المركز الثاني وهادف المركز الثالث نجم شهر المركز الرابع. إذا مشاهدينا الكرام انتهى تنافس جياد وأفراس